القوة وبيخليني مرتاحة. بعرف انك بتحبيني تماما مثل ما بحبك، بحس بهذا الشيء. بتعرفي انسة، انا ما بنسى الشغلات اللي عملتيها كرمالي ابدا. يا الله يا انسة ملك، شو بتمنى انك تكوني امي. Ben ceylandım, avcı vurdum. Gözümdeki kan uykusu, felek bana pusu kurdu. Oy, biter mi bilmem, biter mi انتوا احكوا سوا وانا رح اقوم هلا اعملكن قهوه. يسلموا. صحيح، رحت انا وعمي ابراهيم ورجيته المخزن وعجبه، قال انه مساحته مناسبه كثير للمركز ورح يكون احسن من اللي قبله. اكيد رح يكون احسن من هداك، لانه هاد رح يساعد الطلاب اكثر، يعني هيك بناخذ طلاب جداد. منيح، لكان انا رح احكي بكره مع الاهالي لحتى نفضي الاغراض الموجوده بالمخزن وبنشوف الاغراض اللي ناقصتنا وبنروح منجيبها. بتعرفي صار في عنا خبره بهي الشغلات ورح نرجع كمان نعمل افتتاح جديد. يسلموا ايديك يا عم نعزبك معنا خالد. يسلموا الايدين خالتي فاطمه، شكرا. صحتين ويسلمون. بتعرفي خالتي فاطمه، من اول ما اجيت كان بدي قهوه، لانه عن جد ما بتتخيلي قديش مشتاق لقهوتك. صحتين وهنا ابني. عندك شغل المساء؟ لشو؟ يعني عم قول لو منطلع نتعشى سوا؟ ايه منروح، فكرة حلوة، منغير جو. ماشي. تركي من ايدك، انا بكفيهم بنتي، خلصت شغلي جوا وما ضل غير اني جهز الاكل. تركيني خالي آسيا، عم بتسلى فيهم. اسمعي الكلام، هيك ما بيصير، الصبح كمان ما خليتيني اشتغل ومد ايدي على شي بالمره. خلص تركيهم من ايدك، انا بشتغل كل شي لحالي، انتي بس خليكي واقفه جنبي وبكفي. فكرت فيكي امبارح المساء. خير، بشو فكرتي؟ مو قلتي إنه أمك ما بدها إياكي؟ أنا متأكدة إنه أمك معذورة لحتى بعدت عنك، وإلا بنت حلوة وطيوبة مثلك حدا بيقدر يتركها؟ أصلاً ليكي ما في أم بالدنيا بتتخلى عن ضناها شو ما صار، يعني أنتي ما فيكي تظلميها لأمك بدون ما تعرفي ظرفها. شو رح تفرق؟ هي ماتت بالنسبة لإلي، وهي اللي تركتني هالوقت كله، ليش لتكون جنبي قوليلي؟ طيب إذا أجت لعندك ووقفت قدامك وقالت لك أنا ما إلي ذنب، سامحيني بنتي، أنا ما كنت بعرف إنه أنت موجودة، شو بتقولي؟
ما بدي اياها تجي وتشوفني. انا ما رح سامحها شو ما حكيت. امي قولي لي، متضايقه من شي؟ صار لك فتره ساكته وما عم تحكي، صاير معك شي متضايقه منه؟ سفر رود بدها عزت يصير الاغا وعم تضغط على ستك. طيب عزت ما هو اللي ترك البيت، شو بدها اذا هو ما بده؟ الاغاويه هلا من حق اخي عدنان. لك مرت عمي، مرت عمي، الشاي جاهز، ما بدك تشربي؟ يا الله دخيلك، ليش تأخرت هالبنت هيك؟ المفروض تكون بالبيت هلأ. هي على الأغلب هلأ بتكون مع هذا الولد اللي اسمه يونس. شو هالحكي اللي عم تقولي نيفين؟ شو أنتو ما عندكن خبر باللي عم يقولوا الناس؟ سيرتها هلأ على كل لسان. نجلة كل يوم بعد المدرسة عم تروح وتشوفها ليونس. يعني إذا بتسمعي مني، بنتك صار لازم أفركة إذن شوي مرت عمي. اسمعي زمرد، أنتِ لازم بقى تديري بالك على بنتك أكثر من هيك. البنت عم تكبر وكل شي بتعمله محسوب، وأولادك كأنهم نسيوا أنهم من عائلة كيرمان. شو هالحكي هذا؟ كذب مرت عمي؟ نجلة مستحيل تعمل هيك شي. هلأ بدي شوف. هاتي هالتليفون لهون. تفضلي ستي. تفضل. إذا ما أنك واثق فيني خده بإيدك وعطيه لزهرة. صحيح ما كملت قرايته بس خلص، معلش خده. صوتي مبارح كان عالي، بعتذر كتير. خلص كملي للكتاب. بكره بلاقي بشي مكتبه وبكمله. نجلة خذيه وكملي. صحي لوين وصلتي؟ وصلتي لوقت بيلتقوا؟ ستي القصه انه يونس كان عاطيه كتاب لنجله، يمكن بوقتها شافوهم واقفين مع بعض. هن رفقاته بس مو مثل ما فكرتوا. انتي اخر حدا بحق له يحكي، لانه ادبك ما في منه. مو هذا نفس الولد اللي كنتي حضرتك رح تهربي معه لحالك؟ اول ما بلشت بالكتاب ما قدرت اتركه لخلصته، بشد الواحد كثير. ما انا كنت متضايقه لانه رح رجعه، كان عندي فضول اعرف شو نهايته. نجلة؟ أنت شو عم تعملي هون وليه؟ ما عملت شي مو منيح. شو أنت جنيتي؟ ها؟ والله ما عملت شي غلط، كانت عم ترجع لي الكتاب. خلاص ولك؟ مين طلب منك تحكي أصلاً؟ ها؟ شوفي، عم تتجرأ تقعد مع بنت كيرمانيا وقح؟ ها؟ جاوبني عدنان، بكفي، اترك الولد. هلا هذا بتعتبره ولد؟ ليك شوفه، هذا ابن شوارع وعم يطلع لفوق كثير. طلع فيني ولك. مرة تانية إذا بتقرب من نجلة بقتلك بإيدي، عم تفهم؟ شرفي. عم قلك بدي طاولة تكون مرتبة كتير. أغا، أنت جاي معك ضيوف مهمين يعني؟ إيه معي ضيوف بيهمني أمرهم كتير، لهالسبب بدي كل شي يكون كامل، من الورد لأبسط تفصيل صغير. خلص لا تقلق أغا، أنا رح أهتم شخصياً بالطاولة تبعك. ليك،
ليك أنا معي خط تاني. خلاص راح أعتمد عليك. ماشي ماشي، الله معك. أهلين عمي، إلي شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ ليكني شايل عندك فورا. شو؟ مو حلوين مو هيك؟ كأنه موضتهم قديمة ومانن مناسبين. إذا مشان طلعت عشا عملتي هيك، بكرة شو رح تعملي مشان فستان العرس؟ رح تكون أسهل من هلأ، خلينا نخلص من هالليلة أول. أنا متوترة كتير خالتي فاطمة، عن جد حاسة قلبي من كتر ما عم يدق رح يطلع من محله. صحيح، وين قلتي لي رح تتعشوا بنتي؟ ما بعرف، عزت ما خبرني أي شي عن الطلعة، قال لي رح يجي المسا وياخدني. ما عجبني ولا واحد، أحسن شي روح جيب فستان جديد. خالتي فاطمة، فيكي تروحي معي وتساعديني؟ أحسن ما يتأخر الوقت وما لحق. إيه ماشي بنتي، لكن رح جيب شنطايتي وإجي. الله وكيلك، الموضوع كله سوء تفاهم. أنا مستحيل أعمل هيك، خاصة مع أخت حضرتك. في كتاب استعارته وقعدنا عم نتناقش فيه، هذا هو كل الموضوع. ما في داعي تقلي، بعرفك أنك ما بتعمل هيك شيء. ونجلة أختك كانت خجلانة كتير، هالموقف ما حلو بحقها قدام العالم وكأنها عاملة شي عيب. أنا بحكي مع نجلة، أنت لا تأكل هم. خلصنا، لصة ما بتستاهل، لا بقى تضايق حالك. ماشي؟ أمي بنتي بنتي، شوفي حبيبتي، ليش عم تبكي هيك؟ شو صاير معك؟ مزبوط اللي قالوه، لقيتها هي وياه. أنت اللي قلتي له ما هيك؟ أنت اللي حسدتي علي زهراء؟ أنا برجيكي نجلة، صدقيني ما حكيت شي لحدا، مالي علاقة صدقيني نجلة. معناتها كنت بتعرفي بالموضوع وما قلتي عنه لأي حدا مو هيك؟ مزبوط هالحكي زهرة؟ قولي الحكي مزبوط؟ خدوها لهي من وشي واحبسوها بأوضتها لشوف ما لا طلع منها بعد هلأ، وراح تطالعوها من المدرسة كمان. مو ناقصنا غير تمسح سمعتنا الأراضي، خلوها بالبيت أحسن. يا أغاي خلص